حبايبي طلبة برايمري 2 ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا نكمل مع بعض منهجنا مع lesson 1 في chapter 10 اللي هنتكلم فيه عن الفاكت فاميلي وزي ما متعودين قبل ما نبدأ حابة ارحب بأبطال الماس وهم منا باسل مريم تاليا برافو حبايبي حلوا جوجل فورم اللي فاتوا واستناهم يحلوا جوجل فورم بعد ما يسمعوا الفيديو للآخر ولو كنتوا اول مره تشوفوني انا المهندسه فاطمه ودي قناتي ويكان ماس اند اي سي اتمنى يا رب تكون مفيده ليكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وعملوا لايك like عشان الفيديو يوصل لكل اصحابكم الجوجل فورم حبايبي هتلاقوه مثبت في الكومنت موجود تحت الفيديو حلو واكتبوا اسمكم في الكومنت عشان اقوله في الفيديو الجاي الفاكت فاميلي ايه هو الفاكت فاميلي الفاكت فاميلي هو فور equation بقدر أكونهم من 3 numbers دول. يعني مثلاً لو هو مديني الـ 5 والـ 2 والـ 7. بكتب الفاكت فاميلي بتاعتها إزاي؟ بص كده في 3 numbers دول ودور على أكبر رقم. أكبر رقم عندك هو الـ 7. دايماً في الـ Plus. حطه بعد الـ Equal. وده بيعرفك إيه؟ بيعرفك إن أنت لما يبقى عندك Operation Plus، ان الجريتر نمبر اكبر رقم عندك بيبقى بعد الايكوال والمعلومه دي مهمه جدا ركزوا فيها طيب لما يبقى عندي الاوبريشن بتاعتي ماينس يبقى الرقم الكبير هو اللي قبل الماينس وبعد كده ببدا احط ال2 نمبر في البلس ادي 5 بلس 2 وادي ال2 بلس 5 وبعد كده في الماينس ببدا ابدل ال2 مره بعد الماينس ومره ال5 بعد الماينس يبقى انا كده قدرت اكون من ال5 وال2 وال7 4 ايكويشن اتنين منهم بلس واتنين منهم ماينس أنا عارف إن 2 plus 5 يكوال 7، وإن 2 plus 5 اللي هو الـ في الـ commutative يعني أقدر, أقدر أبدل الـ 2 numbers ويطلعوا لي نفس الـ result، وفي الـ بحط الرقم الكبير الأول، ومرة أعمله minus 2 equal 5، ومرة minus 5 equal 2، يبقى fact family معناها 4 operation. اتنين منهم بلس واتنين ماينس هبص كده على 3 نمبرز دول فين الرقم الكبير هو الففتين حطه في البلس بعد الايكوال على طول طب في الماينس حطه قبل الماينس وبعد كده اكتب التو نمبر اللي باقيين مرة 9 بلس 6 ومرة 6 بلس 9 طيب وفي الماينس مرة هنا الـ 6 وهنا الـ 9 وبعد كده ارجع بدلهم مرة هنا الـ 9 وهنا الـ 6 طيب تعالوا كده نبص على الـ exercise لتر اي هنا بيقول لي 2 بلس كام ايكوال عدهم كلهم دول كلهم كام 1 2 3 4 5 6 7 8 اتفقنا الايت فين 8 في البلس بعد الايكوال وفي الماينس قبل الماينس اول رقم واللي انا بقوله ده يا ولاد مهم جدا ركزوا فيه عشان هنستخدمه بعد كده ويبقى مهم جدا في حل الايكويشنز بتاعتنا طيب ال 2 ال 2 بلس كام هيديني 8 ال 2 بلس 6 طيب هنا هبدأ أمسك التو نمبرز دول وأبدلهم طيب أنا كده عرفت إن عندي ثري نمبرز التو والسكس والإيت حط مرة التو هنا ويبقى إيكوال سكس وحط مرة السكس هنا يبقى إيكوال تو طيب تعالوا كده على لتر سي هنا مديني التوتال ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 يبقى انا كده عرفت ايه ان بعد الايكوال 13 وقبل الماينس 13 طيب يا ترى التو نمبرز بقى حطهم كام حط اي تو نمبرز البلاس بتاعهم 13 اختارهم على مزاجك اسهلهم ال 10 بلس 3 يبقى هنا برضو 3 بلس 10 يبقى بعد كده هاخد ال 3 وال 10 مرة أحطها هنا والتانية هنا ومرة هنا ال 10 وهنا ال 3 طبعا ال 13 انت ممكن تعملها 10 بلس 3 دي أسهلهم ممكن تعملها 6 بلس 7 يعني أي 2 نمبر 8 بلس 5 أي 2 نمبر انتوا تختاروهم طيب تعالى كده على نمبر فور طبعا الاكزامبل اللي انا بسيبها بتبقى مقررة انا بشرح لك اهم البوينت اللي بتبقى انت فعلا محتاج فيها مساعدة وتبقى لما مالك كل افكار الدرس يعني هتطلع من الفيديو عارف تحل كل التدريبات ان شاء الله بصي كده انا عندي دور على طول على البلس ليه؟ عشان اللي بعد الايكوال هو التوتال يبقى انت كده عرفت ان ده هو اكبر رقم يبقى انا اجيب الصغير ده ازاي اعمل 20 ماينس 15 equal 5 يبقى انا اهم حاجه عندي اعرف فين اكبر رقم ما تبصش على ال20 وتلاقيه كبير فتقول ده اكبر رقم ما هو ممكن اللي هنا كان اكبر منه فانت دور في الاوبريشن بتاعتك ادي هنا 20 يبقى ده اكبر رقم وهنا في الماينس أول رقم يبقى ده 20 خلاص عرفت ان فاضل ال هتحطه هنا وهنا الفايف وهنا ال5 وهنا ال5 طيب تعالى كده على لتر بي انت لقيت ايه ال16 اهو اول نمبر في الماينس وهو اخر رقم في البلاس يبقى that total. ده التوتال ده الرقم الكبير 16 12 انا بجيب الرقم الصغير بعمل ماينس يبقى ايكوال 4 يبقى انا كده عرفت ان كل اللي هكتبه هنا هو الفور نمبر اللي ناقص يعني مثلا هنا 12 ممكن حد يشوفها يقول 12 greater than 10 يبقى هو الرقم الكبير لا بص في الاوبريشن بتاعتك بص كده لقيت 12 مكتوب بعد الايكوال في البلاس لا مكتوب اول رقم في الماينس لا يبقى ده مش الرقم الكبير يبقى الرقم الكبير هو اللي عايزه هو الرقم اللي ناقص يعني انا هعمل للتو نمبر دول اهو هعمل لهم بلاس يبقى ايكوال 22 يبقى انت عرفت كده ان النمبر اللي ناقص عندك هو 22 عملت لل 12 وال 10 بلس طيب نمبر 5 بيقول لي رايت يور اون فاكت فاميلي يعني اكتب اي فاكت فاميلي انت عايزها يعني مثلا لو قلت 6 بلس 7 يكوال 13 ابتدي بقى اقول 7 بلس 6 يكوال 13 وهنا السيرتين هتبقى اول نمبر عشان هي التوتل ومره احط هنا السكس وهنا ال ومره هنا ال وهنا السكس وبكده حبايبي نكون خلصنا الفاكت فاميلي اتمنى يا رب الدرس يكون سهل وبسيط بالنسبه لكم واستنوني في شرح باقي المنهج